أهلا بكم من جديد. والبداية عسكريا وتحديدا من محافظة تعز التي شهدت اليوم تحركا عدائيا جديدا من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، هو الثاني لها في أقل من 24 ساعة. وقال المركز الإعلامي للمحور العسكري في المحافظة إن ميليشيا الحوثي نفذت محاولتي تسلل فاشلتين تصدت لهما قوات الجيش شمال غربي المدينة ومنطقة الشقب جنوب شرق المدينة. يأتي هذا بعد ساعات من قصف شنته ميليشيا الحوثي بقذائف مدفعية على مواقع الجيش الوطني في منطقة الضباب غربي المدينة. وخلال الأسبوع الماضي شهدت العديد من جبهات محافظة تعز تصعيدا للحوثيين، بينها أعمال هجومية وقصف مدفعي ومحاولة تسلل، كان آخرها يوم الخميس في منطقة عصيفرة شمالي المدينة حيث قتل وأصيب 7 من عناصر ميليشيا الإرهابية. وللوقوف حول مجمل التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي في محافظة تعز ينضم معنا السكرتير الإعلامي لمحور تعز السيد ركان الجبيح. نرحب بك سيد ركان معنا إلى أخبار المنتصف. بداية أطلعنا على آخر التطورات حاليا، هناك تصعيد كما ذكرنا في الخبر، هل هناك أيضا تصعيد في مناطق أخرى؟ هل الميليشيا يعني مستمرة في هذا التصعيد حتى اللحظة؟ أهلا وسهلا بكم بسادة المتابعين والمشاهدين. طبعا ميليشيا الحوثي الانقلابيه تقوم بشكل متكرر خلال الايام الماضيه وفي كل وقت، خصوصا خلال الفتره القليله الماضيه، بمحاوله مستميته في عمليه اختراق الجبهات الشرقيه والغربيه لمدينه تعز، وخصوصا المناطق او الجبهات التي لها اهميه استراتيجيه بالنسبه للحوثي، لكي يتمكن من خلالها الى احداث تخلخل واختراق في مدينة تعز. يعمل الميليشيا، تعمل ميليشيا الحوثي على عملية تحشيد مكثفة بعربات وفي أطقم عسكرية، وكذلك من خلال مجاميع مسلحة، إلى جانب إنشاء معسكرات تدريبية على أطراف مدينة تعز سواء من الجانب الغربي أو الجانب الشرقي. كما استعدت خلال الأيام القليلة الماضية مركز قيادة وسيطرة في منطقة الحوضان، وهذا له دلالة وتبعات خطيرة، خصوصا مع فتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز التي تعمل على تغطية أعمالها العسكرية واستعداداتها العسكرية. نعم. من خلال حفر خنادق وأيضا من خلال استعداد وشق طرق عسكرية لاستخدامها لأغراض عسكرية. صحيح. بهدف اختراق مدينة تعز. إذا سيد ركان كما تحدث، يعني هي الآن ربما فتحت هذه الطرقات وبالتزامن تقوم بمحاولات اختراق كما تحدث، حفر خنادق، تحشيد، إذا هل هي تستعد الآن لجولة جديدة من الحرب؟ ما هي قراءتك لذلك؟ يعني ما تقوم به الميليشيا بالتزامن مع فتح الطرقات مؤشر لماذا؟ ميليشيا الحوثي لم توقف الحرب أو المواجهة لكي نقول أنها ربما كان هناك فترة هدوء، ربما كانت هناك فترة هدوء. هي في الميليشيا الحوثية هي في عملية عسكرية دائمة، سواء على مستوى التحشيد أو سواء على مستوى التجهيزات العسكرية واللوجستية. لم توقف الحرب حتى وإن كان على مستوى الجبهات والجانب القتالي، لكنها تكثف من أعمالها اللوجستية، من أعمالها التدريبية والثقافية، وأيضا التي تعمل من خلال على غسل الدماغ وعلى غسل عقول المجتمع والأفراد وحشدهم نحو محرقة وجبهة ومواجهة عسكرية قادمة، سواء على مستوى الجبهة الشرقية وكذلك على مستوى الجبهة الغربية، حيث يوميا خلال الفترة الماضية أو الأيام القليلة الماضية إلى هذه اللحظة تقوم باستهداف خط الضباب وكذلك باستهداف مواقع ومناطق وقرى في الجبهة الغربية، حيث يتواجد خط الضباب الكريم تعز الرئيسي والوحيد، إلى جانب أيضا استهدافها قرب المنفذ الشرقي التي حاولت أو التي فتحته وتعمل على تغذية أعمالها واستعداداتها التي ستقوم من خلال. نعم. إذا كما تحدث سيد ركان، الميليشيا في حالة حرب يعني، ورغم فتح هذه الطرقات ولكن هذه الميليشيا يعني هذا سجلها وهكذا هي. بما يتعلق الآن بما تقوم به الميليشيا، وتحدث أن هناك يعني محاولتين فاشلتين حاليا للتسلل والاختراق حاليا وحفر الخنادق، هذه الجزئية تحديدا ما خطورتها؟ كيف يتعامل الجيش الوطني مع ما تقوم به الميليشيا حاليا؟ طبعا الميليشيا ليس
فيما يخص الاستحداثات او الخندقه او التمترس في الجبهات، لكن ايضا تعاملنا بشكل وطني فيما هو مع هذا الموقف ومع هذا التصعيد بمسؤوليه عاليه وبجاهزيه ايضا عاليه للحيلوله دون السماح للميليشيا الحوثيه بتحقيق اي مكاسب مهما كانت الهدنه او مهما كان الوضع الانساني. فالجانب العسكري هذا لا يشوفه اي تداخل او اي اعتراضات بما تقتضيه المصلحه العامه وبما تقتضيه مصلحه التحفظ او الاحتفاظ على المكاسب التي حققها الجيش الوطني خلال الفترات الماضيه. مهما كان سطح المنافذ او مهما كان ايضا الهدنه التي ترعاها الامم المتحده، لكن هذا لا يعني الاستسلام او لا يعني التغافل عن ما تقوم به الجيش الحوثي او تركها تقوم بالاعمال التي تحديدها سواء على مستوى القناه التخندق او على مستوى الحفر في قرب الجبهات الشرقيه وكذلك الغربيه او على مستوى الحج والتعزيزات التي تقوم بها بشكل مستمر. يعني سيد ركان، الجيش الوطني في حاله يقظه حاليا وجهوزيه عاليه في حال فكات الميليشيا ربما بتصعيد خطير اكثر من ذلك؟ طبعا ايوه، قوات الجيش الوطني في جاهزيه عاليه ودائمه. جميل. ومرابطين على اطراف مدينه تعز للحيلوله دون تحقيق ميليشيا اي اهداف او اي مراوغات اللي تنعكس سلبا على الجبهه وايضا على الوضع والشان الداخلي لمدينه تعز. جميل. وربما وهذا الاستعداد العالي واليقظه يعني يثير ارتياح لدى المواطنين في تعز. اشكر تواجدك معنا سكرتير الاعلامي لمحور تعز السيد ركان الجبيحي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.